فبسيبهاش على طول. استاذ بقى استاذ الدكتور احمد ابراهيم، انا سعيد بتواجدك. عندي هدف ان الشهر الجاي اعمل كذا، دي خطه هعمل. عندي هدف ان بعد 6 اشهر هبقى كذا، عندي هدف بعد سنه هبقى كذا. فانت احنا عايزين نوصلك ايه؟ ان انت كل حاجه بتعملها تبقى مبنيه على اساس علمي، على اساس منظم. فهو ده هو ده الهدف، هو ده انا اساسا الفكره، هي فكرتي قايمه على كده، قايمه على ان انا عايز كل واحد، مفيش حاجه اسمها تحرك عشوائي. انا في حياتي انا شخصيه ما بتحركش من غير ما اخطط انا هعمل ايه. يعني انا عارف هعمل ايه ان شاء الله باذن الله، طبعا باذن الله، يعني عارف هعمل ايه النهارده، هعمل ايه بكره، هعمل ايه. اراده ربنا بقى بتتحكم، انما انا بخطط الاول، ده دوري. انت بتحط زي ما الدوله بتحط لنفسها، ما انت لما تعمل ده مع نفسك هتعمله مع الدوله لما تبقى قائد في الدوله. يعني انا النهارده ايه، انا على المستوى الشخصي بخطط، انا حاطط في دماغي ان انا عايز ابقى ايه، لازم احط في دماغي ده عشان يبقى قدامي هدف، لازم يبقى قدامي هدف، حتى لو الهدف ده بعيد، حتى لو هو حلم بس انا عايزه. بس عالوا بقى اللي انا اقدر احققه من الحلم ده جزء، مش مشكله. بس المهم ان طول ما انا بسعى لتحقيق الحلم انا ناجح، انا عندي، انا حاسس بوجودي. ف البورد اللي احنا عايزين نوصله لكم ان المفروض ما حدش يمشي بطريقه عشوائيه، ما حدش يتحرك ان هو يعني خليه على الله بقى والدنيا ماشيه وكده. لا، احنا عايزين المجموعه اللي بتيجي هنا ديت، الناس اللي احنا بنقول بنعملهم دورات. انا يعني انا بعمل دورات دي ليه؟ انا بعمل دورات عشان اهل شباب، عايز اثقف. يعني احنا طبعا من بعد بدايه الدوره طبعا جد علينا حاجات احنا انا بفكر فيها ان انا هضيفها للدورات دي، لان انا القصد منها ايه، ان انا عايز اعمل ايه، قيادات مثقفه عندها وعي، عندها علم، عندها ادراك للاشياء يعني. فبالتالي انا مش عايز الامور تاخدنا في حتت بعيده عن ده. يعني احنا عايزين نعرف ازاي ننظم وقتنا، ازاي ننظم حياتنا، ازاي نخطط لمستقبلنا، ازاي يبقى الطريقه، ازاي الطرق التي تؤدي الى تنفيذ الهدف او تحقيق الهدف. فعشان كده احنا دلوقتي معانا طبعا يعني الاستاذ الدكتور محمد صالح هاشم، ده استاذنا كلنا. وهو الميزه ان هو يعني معلش انا ده رايي الشخصي، يعني هو بالاضافه لان هو رجل اكاديمي عظيم، بس زي ما احنا بنقول كده على الارض هو رائع. فانتوا بحق بجد اللي عايز يتعلم وعايز يفهم ازاي يبقى قياده محليه، ازاي يبقى قياده شعبيه، ازاي يبقى قياده برلمانيه، قياده برلمانيه ناجحه، كل ده الدكتور محمد هيقوله، وهو تقريبا عنده كل الاسئله اللي بتجول في دماغه. دكتور احمد ابراهيم، امين عام مؤسسه القاده لتدريب وتنميه الموارد البشريه. احنا اطلقنا الحمله الشعبيه المجانيه لاعداد القيادات الشعبيه والتنفيذيه والبرلمانيه، مساهمه من مؤسسه القاده في اعداد كوادر لاداره البلد مؤهله تاهيلا علميا وثقافيا وعلى درجه كبيره من الوعي. ومن اجل ذلك تم الاتفاق مع اكاديميه السادات للعلوم الاداريه على تولي الاشراف الفني على هذه الدورات. واحنا الحقيقه يعني قررنا ان تكون هذه الدورات مجانيه، مساهمه من المؤسسه صغيره جدا في بناء هذا الوطن، ونتمنى ان شاء الله انها تكون تجربه ناجحه. واطلقناها من خلال الحمله الشعبيه المجانيه لاعداد القاده، واحنا بنتعهد ان احنا بنعطي او بنؤهل كافه الشباب وكافه العاملين بالدوله الدوره التمهيديه الاولى مجانيه. يعني احنا اعتبرنا ان الدوره الاولى هي دوره مجانيه لكافه سواء من الشباب، سواء من شباب من الجنسين طبعا، سواء من العاملين بالحكومه والقطاع العام وقطاع الاعمال. واحنا القصد من ده اعاده تاهيل وتدريب العاملين بقطاعات الدوله المختلفه، بالاضافه الى خلق عالم جديد من الشباب يعتمد على العلم والمعرفه والثقافه والتدريب.
لان المفروض ان المرحله الجايه هي مرحله البناء، فاحنا قررنا ان احنا نساهم في هذه المرحله بان احنا نعد وندرب العدد ان شاء الله يكون مش قليل في المرحله القادمه. ونتمنى من أجهزة الدولة أنها تتعاون معنا في إنجاح هذه الحملة الشعبية المجانية التي أطلقتها المؤسسة، علما بأننا نقوم بإعطاء دورات متخصصة ومتقدمة ولكافة المشتركين مدعومة في بعد المرحلة الأولى. يبقى احنا اتفقنا أن المرحلة الأولى هي مرحلة دورة تمهيدية لكافة أبناء الشعب المصري. من يريد أن يتواصل معنا في تأهيله تأهيلا أدق بالحصول على دورات متخصصة، دورات متعمقة، دبلومة مهنية معتمدة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إحنا على أتم استعداد، وسوف تكون هذه الدورات هي دورات مدعومة أيضا، ودي أقل حاجة نقدر نقدمها للبلد إن شاء الله. طب إيه الاستفادة من الكورس ده أو الشهادة دي؟ إحنا الاستفادة، أولا الاستفادة إحنا بالنسبة لنا كمؤسسة هي جزء من رد الجميل للبلد، إن إحنا بنحاول إن إحنا نساهم. إحنا مش هنقول لك إن إحنا ما بنكسبش، إحنا بنكسب من أشياء أخرى، يعني إحنا بنعد دورات تانية بناخد فيها فلوس، يعني إحنا لينا دورات تانية ليها مقابل وليها يعني في مجموعة كبيرة، إحنا عندنا 18 برنامج لإعداد وتأهيل القيادات، إنما إحنا قررنا إحنا كمؤسسة إن إحنا ندي الدورة التمهيدية الأولى للكافة ببلاش، اللي هي الدورة المجانية. اللي عايز بقى يكمل عندنا بيكمل، اللي عايز يكمل بره بيكمل، اللي عايز يكمل معتمد على نفسه، بس احنا اهناهم واديناهم القاعدة او الاساس العلمي السليم للانطلاق. هم بيحبوا يكملوا، يحبوا يكملوا على عيننا وعلى راسنا معانا، يحبوا ان هم يكملوا في منطقة تانية يكتفوا بكده، انما احنا اخترنا ليه الفترة دي كمان؟ ليه احنا قلنا اعداد قيادات شعبية وتنفيذية وبرلمانية في الفترة ديت؟ لأن هي دي الفترة الحالية التي سوف يتم فيها انتخاب البرلمان، انتخابات المحلية، مجالس المدن. كمان احنا بنأهل شباب، لأن طبعا احنا عارفين القانون المحلي دلوقتي فيه 25% للشباب وال 25% للمرأة، وبالتالي احنا عايزين نأهل عشان ما يقعدوش يقولوا ان المرأة مش مؤهلة، المرأة مش مؤهلة. لا، احنا بنأهل المرأة مع الشباب طبعا، ضمن الشباب من أهلها لتولي الأماكن أو المراكز القيادية في الدولة، سواء قيادات بقى كقيادة شعبية بنأهلها، كقيادة تنفيذية بنأهلها، برلمانية بنأهلها، إحنا بنأهل ده. فإحنا بنساعد المرأة لأنها طبعا كانت محجوبة هي عن العمل في الفترة اللي فاتت، وكانوا مغيبين الحقيقة، وهم ليهم دور كبير جدا في ثورة 30 وثورة 25، ولولا المرأة ما كانت هذه الثورة. والمرأة دي طبعا اللي هي يعني بتمثل لنا تقريبا هي حياتنا، يعني بالنسبة لأمي وأختي وزوجتي وبنتي، فهي الأم هي كل حاجة. عشان كده المرأة هي كل، يعني تقريبا هي، أنا هم بيقولوا نص المجتمع، أنا بقول لا، ده هي ثلاث أرباع المجتمع. فبالتالي احنا بنحاول نأهل أو يعني بنزيد قوي في ان احنا نعد ونأهل المرأة أكتر. احنا يعني في سبيل برضو تحقيق هذا البرنامج، تم الاتفاق مع وزارة الشباب على اعطاء هذه الدورات للشباب من خلال التعاون مع وزارة الشباب، والحقيقة هم قدموا لنا دعم يعني بالدعم للشباب اللي هم هيجوا من عندهم، يعني احنا هننتقل بالمحاضرين من عندنا، بالمادة العلمية، بالتنظيم، وهم هيتولوا باقي مكونات الدورة. واحنا اتفقنا معاهم ان احنا هنعمل الدورات ديت في 27 محافظة لتأهيل الشباب في كافة المحافظات. الاتفاق اللي مع وزارة الشباب هو اتفاق خاص بالشباب اللي هو لغاية سن 35 سنة من الشباب من الجنسين طبعا. ده يعني هيمشي على التوازي مع الحملة الشعبية لإعداد القادة. احنا برضو هنعمل جزء من عندنا من المؤسسة مجاني وعلى قدر المستطاع طبعا مع وزارة الشباب.
وان شاء الله نتمنى ان المشروع ينجح وتبقى الحمله دي نتمنى ان غيرنا يعمل زيها، واحنا مش هي مش مقصوره علينا، احنا اطلقنا الحمله كبدايه، اللي عايز يكمل مع اللي عايز يعني يضيف يضيف، اللي عايز يشتغل على التوازي معانا يا اهلا وسهلا، احنا انما احنا كده قدرنا ان احنا نحط اللبنه الاولى لاعداد قيادات شعبيه وتنفيذيه وبرلمانيه، وان شاء الله المرحله اللي بعد دي على طول هنعد بقى ندي دبلومه في اداره الاعمال، في التنميه البشريه، في بكل جوانب هندي كل حاجه، بحيث ان احنا نأهل الشباب ونأهل الناس للتعامل والتجاوب مع الحالة التي تمر بها البلد السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى أن احنا أضفنا عنصر هام جدا جدا في هذه الدورة، اللي هي مفهوم الأمن القومي، مفهوم الأمن القومي وتأثيره على متخذ القرار. هذا المفهوم لابد أن يدرس للكافة حتى لا نندرج أو لا حتى لا ننجر إلى قرارات غير مسؤولة وغير مدروسة، فلابد على متخذ القرار أن يكون له علم حقيقي بمعنى أو مفهوم الأمن القومي المصري. وإن شاء الله نتمنى التوفيق لكل من حضروا هذه الدورة. طيب مين بقى اللي حضروا هذه الدورة؟ إحنا حضر من عندنا حضر إحنا وجهنا الدعوات لكافة الجهات الحكومية، وجهنا دعوات للأحزاب، وجهنا دعوات لبعض المؤسسات الصحفية، وإحنا وجهنا دعوة، أطلقنا الحملة، هي حملة عامة أطلقناها على الفيسبوك حتى وعلى موقعنا في موقع المؤسسة، وإحنا حضر من عندنا هنا مجموعة كبيرة جدا من الشباب المنتمين للأحزاب على مختلف اتجاهاتهم، يعني احنا عندنا هنا هوت موجود مجموعه كبيره جدا من امانات الاحزاب في المحافظات، بالاضافه عندنا مجموعه من صحفيين من الاهرام، عندنا صحفيين من الاخبار، عندنا ضباط شرطه، عندنا ضباط جيش متقاعدين، عندنا تنوع، الحقيقه هو تنوع الحمد لله ساري، عندنا مديرين في 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 جامعات، مديرين ادارات في جامعات، عندنا شباب صغير لسه، عندنا طلبه في السن في نهاية الدراسة بتاعتهم في السنة الرابعة، احنا مش محددين ايه اللي يجي ياخد عندنا، احنا بنقول احنا اطلقنا الحملة للكافة والكافة يجوا، احنا ما بنختارش حد، اللي بيجي احنا بنقبله، احنا علينا ان احنا نأهل وندرب وهم يختاروا طريقهم بعد كده، فاحنا ما بنفرقش ما بين واحد واحد، بس ان شاء الله عندنا دورات اخرى قريبة جدا هيبقى فيها برضو عندنا احنا عندنا قائمة انتظار فيها يعني ان شاء الله فيها حوالي 750 اسم ان شاء الله، بس احنا طبعا احنا محددين الدورة بمجموعة محددة يعني لا تتجاوز المية في الدورة، المية متدرب في الدورة الواحدة، فعشان كده احنا ان شاء الله بعد كده بناخدهم بقى ايه يمكن دورة في الشهر او دورتين في الشهر، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لمصر والرقي والتقدم بإذن الله وتعود إلى مكانتها التي هي. بتقول إيه للشعب المصري؟ أنا أحب أقول للشعب المصري إن حان الوقت للعمل، حان الوقت للتقدم والانتقال من مرحلة الحلم إلى مرحلة تحقيق الحلم، إحنا دلوقتي في مرحلة تحقيق الحلم، معانا رئيس جمهورية نتشرف ونفتخر بأنه رئيسنا، لأنه يتمتع بذكاء بالغ، يتمتع بخبرة، ويتمتع فوق كل الصفات التي يمتاز بها أنه وطني من الطراز الأول، أنه رجل يستطيع أن يحمي ويؤمن هذا البلد، وينطبق عليه القول إن خير من استأجرت القوي الأمين. عشان كده أنا بقول لهم إن إحنا عايزين نلتف حوالين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه خير قائد لهذه الفترة، وإحنا عايزين نسنده إن إحنا نشتغل، نسنده إن إحنا نتعلم، نسنده إن إحنا نبني الفترة اللي جاية على العلم وعلى المعرفة مش على التواكل، وأتمنى الخير إن شاء الله لمصر والمصريين. شكرا.